جزائر يا لحكاية حبي، ويا من حملت السلام لقلبي، ويا من سكبت الجمال بروحي، ويا من أشعت الضياء بدربي. فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أوراق في الظل. تحضر اليوم معي كاتبة شابة فتية أرادت أن تعانق أعنان السماء بإبداعاتها. تحضر معي الكاتبة رميسة صحراوي، مرحبا بك. مرحبا بك يا عزيزتي، مرحبا بمشاهدينا الكرام، كل التوفيق لهم بإذن الله. معكم الكاتبة رميسة صحراوي، كاتبة روايات وقصص أطفال ومقدمة دورات تدريبية ومحاضرات دولية وأخصائية التدليك. ما شاء الله، يعني رميسة ملمة بجميع المجالات. الحمد لله. الحمد لله. كيف بدأت رحلة رميسة في عالم الأدب والكتابة؟ في البداية لنكون صريحة، أكيد أنه أنا تربيت في عائلة جد خصوصا من ناحية الجد، كان شخص حكواتي مشهور جدا في العاصمة، هو اللي ترك الأثر اللي هو حبي للأدب وعلم الروايات والقصص، والبداياتي كانت منذ 7 سنوات. يعني رميسة، يمكنني القول أنك من الكتاب الذين ينطبق عليهم قول الكاتب وليد بيئته. يعني أكيد أكيد أكيد. ما هي إصداراتك؟ في البداية أنا تعاملت مع رواية، قلت رواية، مع دار نشر عراقية. نعم. غسق، دار نشر عشاق، في أول رواية غسق الصمت اللي تحكي على دور المرأة في المجتمع، كيف يتقي قيامها بالمهمات تاعها وكامل، كيفاش كان لها دور، خصوصا ايضا رجل عنده. انه احنا ما نحقروش زعما ونحكوا غير على الانثى انها مظلومه وما عندهاش دور ولازم تقوم بادوارها الخاصه. اكيد الرجل عنده ثاني دور، لابد من تكامل. اكيد باش تكمل السلسله وتكون صحيحه يكون الدور للرجل وللمرأة. هذه أول رواية. ثاني رواية مع دار نشر عراقية، دار الأزهار، مع أميرات صغيرات، تحكي أيضا على فتيات قمنا بتحقيق أهدافهم مختلفة. هذه يعني يمكن تصنيفها على أنها رواية تحفيزية رميسة؟ أكيد، أنا دائما نحاول رواياتي تكون رسائل للإناث وللذكور. ما عنديش هذاك النوع زعما ندير رواية تحدد جنس معين أو فئة معينة، بالعكس لكل فئات يقدروا يقراوا باش يكون عندهم هدف ولا كما نقولوا وجهه نحو مسار معين. يعني يمكننا القول ان الهدف من كتابه الروايه هو معالجه فكره ما او موضوع ما، وليس الانهياز لامر ما. نعم اكيد اكيد. رميسة، حدثيني عن تجربتك في النشر مع دور نشر جزائري، هل لك إصدارات جزائرية؟ نعم، دار نشر رسائل مع الأستاذ أيمن حولي، نشكره شكراً بزاف. شخص رائع جداً، طموح جداً، مضحك أيضاً. كشخصية كان عندي رواية معهم، دار نشر جزائرية، الحرة الجزائرية، اللي حبيت نحكي فيها على قصة من الماضي، من الماضي الجزائري أكيد، تحكي على مجاهدة في وقت الاستعمار الفرنسي، كيفاش كانت عندها القوة أنها تخلي الهدف تاعها هو تحرير بلادها أكيد، رغم أنه القائد الفرنسي اللي كانت تدور مع الأحداث قدم لها كلش، مغريات الحياة، ثروة، مال، حرية أيضا لما باش تسافر وكامل. هي فضلت أنه تحرير بلادها، وكامل القراء ديالي ولا كما نقولوا العائلة تاعي تانية قالوا لي علاش رحتي للماضي، بالعكس أنه نشوف أي دولة لو كان ما نروحوش للماضي تاعها ما نعرفوها شكون هي. الماضي يصنع المستقبل. أكيد يعني الماضي يصنع أكيد. رميسة، هل كانت هذه القصة حقيقية أم أنها تحتوي على الخيال؟ يعني هل كانت قصة رويت على مسامعك وقمت بكتابة هذه الرواية، أم أنها فقط بعدت إلى ذهن؟ أعلم أنه آنذاك كانت المرأة الجزائرية تضحي وتقوم بالعديد من الأمور، لكن هل هذه القصة حقا كانت في مكان ما أم أنها فقط راودتك؟ هي ما نقدرش نقول لك ماشي حقيقية، أنا ما عشت في هذاك الوقت، بصح أنا حبيت نستحضر هذاك الوقت باللي يعني المرأة كان عندها دور. البطلة الطاوس اللي سميتها الطاوس، واللي اسم الطاوس كما على بالك مشهور بزاف في العاصمة، كان للفتاة اللي عندها جمال ومميزة يعني تمام.
الرواية بحد ذاتها صارت في القصبة، وبالك كانت حقيقية وبالك من وحي خيالي، أنه صح للمرأة كان عندها دور فعال سواء في مساعدة المجاهدين، في نقل الأدوية، لأنه البطلة كانت ممرضة، كانت تسرق الأدوية باش توفرها من المجاهدين وكامل هدية. وهنا يكمن التكامل بين الجنسين، يعني سواء امرأة سواء رجل في التضحيات في نحو تحرير البلاد. أكيد نعم. رميسة راودني سؤال آخر، هل كان لك مولود أدبي آخر من غير هذا؟ تمام، بالنسبة لدار النشر الجزائرية؟ نعم. ولا لا، أول مولود أول أدبي مع دار النشر الجزائرية كانت الحرة الجزائرية، أما الآخرين كان تجربة موفقة. نعم. الحمد لله الحمد لله، بمساعدة الأستاذ أيمن حولي، كان شخص رائع الحمد لله، لأنه الكاتب دائما يقول لك بلي الكاتب ما يتعبش، بالعكس احنا نتعبوا بزاف. عندي 7 سنوات في مجال الكتابة، ما نقدرش نقول لك ولا تتخيلي كمية التعب، دائما يقولنا ما ديروا والو كامل، بالعكس مجهودات جبارة، ضغط انه الكاتب تيكتب رواية ماشي حتنتهي العمل تاعو، بالعكس هو راهو يفكر في رواية جديدة، يفكر في قصة جديدة، النشر عليه، التوزيع عليه، وبزاف امور. نحس انه الكاتب بطل خارق. أكيد. انا حاليا بطلة خارقة. أي إنسان بمجرد أكيد. أنه يخرج عذرا أحلامه إلى الواقع يصبح بطل خارق. نعم. رميسة، هل يمكن أن تحدثيني لماذا لقبت رميسة بالمقنعة؟ يعني أعلم أنك تلقبين عذرا برومي المقنع، ما هذا السبب؟ خلاص عرفت. نظن انه السبب دائما يقولوا لي بيني وجهك وكان نقعد دائما هكذا. نقول لك الصراحه يعني نعم. كان بزاف اشخاص في حياتنا نشوفوهم وما يخلوناش اثر، سواء اثر علمي، اثر ادبي، طبي، اي اثر من انواع الاثار. نظن انه مش لازم يشوفوني باش يشوفوا الاثر تاعي، بالعكس زعما وجهي ما عندوش دور بزاف باش نخلي وش راني حابه نخلي، سواء في المجال الادبي او مجال تقديم الدورات، سواء مجال في علم الاثار، علم تربيه الطفل، علم تكوين الاسره، هذه الحوايج ماشي لازم يشوفوني باش يشوفوا شكون هذه رميسة ولا، فهمتيني وش راني حابه نقول. وهذا ما زرع فيهم الغموض، الكثير من الغموض والفضول، لانك كنت لما يعلموا من تكون رميسة. هل هذا كان سبب في نجاحك ربما رميسة كطريقة، لا أقول تسويقية أو هذا، لكن كطريقة راودت الكثير يعني في من هي رميسة؟ ما أظن أنه نجاحي جالس على الكمامة زعما وجهي كما يبانش، لا بالعكس جزء، لا أقصد أن نجاحك كان، أقصد أن جزء من المتابعين لرميسة الكثير لا يعلم رميسة. صح صح، سواء في المجال الإعلامي أو في المجال الأدبي. صح، دائما خبي وجهي. كان لنا الحظ أن شفتيني. هل ممكن رميسة يعني توضحين لنا هذا الأمر؟ موضوع الكمامة؟ نعم. هل كان له دور أم لم يكن له دور؟ لم يكن له دور بصراحة، يعني عادي جدا. نعم. رميسة، سؤال آخر يراودني الآن حول الكمامة. يعني رميسة، أنت حتى تقومين بورشات وحضور في ملتقيات أدبية وثقافية والكثير، هذا لم يكن عائق أكيد، بل كان ربما حافز ودافع. أردت أن أسألك على دورك كمدربة يعني في التنمية البشرية. يعني والله بصراحة باش نحكي صراحة، أن مقدمة الدورة التدريبية مع مؤسسات أردنية تقدر تقولي عمل متعب، أنك تنشري معرفة ما أو تعليم ما أو أي شيء، نقدر نقول لك باللي عمل شاق جدا، خصوصا أنه تكوني بعيدة لما معهم، تمام؟ المسافة تلعب دور أكيد، المسافة تلعب، والتغير الفكري ربما كذلك له دور، والبيئة أكيد لها دور.
والتفكير تاع العادات والتقاليد، وكاين بزاف ناس تلقايهم في الدورات التدريبيه وكامل، خصوصا في تكوين الاسره الصحيحه والافكار لدى الطفل وكامل، عندهم فكر خاطئ ربما ويقول لك هادو علاش راكي تهضري هكذا وكامل، ومن بعد تيجربوا الدروس ويشوفوا هذيك الفائده اللي يتلقاوها كامل، يجي يقول عندك الحق رميسه، يعطيك الصحه وكامل. يعني رميسة هذه الدورات لها صدى وأثر يعني إيجابي الحمد لله، إيجابي سواء عند الأمهات ولا الشباب اليوم ولا بنات اليوم أكيد، لأنه ما رايش ندير دورة في نحو سن معين زعما غير الأمهات ولا الآباء، ولا بالعكس الكل من عمر 14 سنة حتى ما لا نهاية يقدروا يجوا يقراوا عادي جدا. مجال التنمية البشرية نعلم أنه مجال عميق ومتشعب وكثير، في أي يعني صنف تختص رميسة؟ يعني في صنف الأسرة أم في صنف الأسرة وتربية الطفل أكيد. نعم رميسة، هل كانت لك دورات قبل أن تكونين مدربة؟ يعني من له كان الأثر أو بمن كانت رميسة متأثرة تأثر شديد من الدكاترة أو من الأساتذة؟ الدكتور أحمد الأردني زهيدي، الدكتور أحمد زهيدي على فكرة شكرا أكيد شكرا لإلك، بصراحة هو شخص كتير كتير منيح سواء كدكتور أو كأب. بالنسبة لي ما عملني أنه كمدربة جزائرية وكذا، عملني كأنه بنته صراحة، كأب روحي، نصائحه دائما ترافقني سواء في موضوع عدم التوتر وعصبيه، لانه احنا تنقدموا دورات يجي اي واحد يقلقك ولا كان دائما يقولنا هدوا هدوا خلاص، يعني عنده دور يعني كان له دور في تكوينكم على الصعيد الفكري وعلى الصعيد الشخصي، وهنا يكمن دور المدرب الصحيح او دور الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم الحمد لله. الحمد لله. رميسة، هل يمكن أن تحدثينني عن دور التنمية البشرية يعني في المجتمع الجزائري؟ هل المجتمع الجزائري حقا مؤمن بفكرة التنمية البشرية أو بفكرة التغير الإيجابي؟ ربما نعم. يمكننا القول أن بعض الشباب الآن لا يؤمنون بتواجد ما يعرف بالتنمية البشرية ربما. بصراحة هل يمكن تصحيح هذه المعلومة؟ بصراحة أنا كشخص نقدم دورات تدريبية مع العديد من الأشخاص، خصوصا في شهر رمضان كنت نظن باللي عدد ولا واحد حيجي يقرأ ولا، خصوصا مع الصيام وكامل، سبحان الله العدد تجاوز 1000 متدرب في شهر رمضان رغم التعب. من الجزائر كلها؟ من الجزائر الحمد لله، أمهات أطفال شباب شابات، كان العدد قلت جيتوا كامل، ما كنتش على بالي بلي جو، كان العدد رائع جدا، اشخاص يامنوا بانفسهم والمستقبل اللي راهو جاي، سواء في تغيير فكره سواء كانت فكره قديمه او حابين يديروها فكره جديده وكامل. انا انصدمت، انا كشخص قلت لهم جيتوا في رمضان كامل هذا العدد، يعني كان هناك تاثير ونتيجه في الاخير من الدوره. رميسة رمضانية، سؤال، هل عندما ينتهون من الدورة يعني بعد مدة يرسلون لك يعني التغير الإيجابي الذي حصل في حياتهم؟ الرسائل كيف هي التجربة وما هو شعورك يعني؟ صراحة بالسعادة أنه رغم التعب أنه كشخصية نكتب ونقدم وزيد نروح للدار ثاني نخدم دوري كأخت ومع الأم وكامل عمل بطولي الرسائل تاعهم كي نكمل النهار كامل تاعي وكي نشوف الرسائل الايجابيه، خلاص استاذه رميسة راني حاسه هكذا، راني بديت نخدم، راني بديت المشروع تاعي سواء في مشروع التصميم فهمتي، يبدا خلاص نقول غدوه نزيد ندير دوره واحده اخرى، لانه عدد الجروب في الدوره معينه يكون 200 شخص على حسب. الرسائل تاعهم هي سبب استمراري صراحه، كون ماشي رسائل هو الدافع والحافز، الدافع الايجابي ليا رميسة، تدفعهم للتغيير من انفسهم وهم يدفعونها للاستمرار. نعم الاستمرار اكيد، وهذا هو المطلوب يعني التكامل في كل شيء. الحمد لله. رميسة، حدثيني عن تجربتك مع المؤسسات الاردنيه ومع الدكاتره، يعني هل هناك توافق فكري بين المجتمعات العربيه ام انه هناك فارق خلينا نقول شاسع بين التفكير؟ بصراحة كمجتمعات عربية نفس التفكير. نعم. نفس العادات والتقاليد، نفس الضوابط الفكرية القديمة، يعني نفس الشيء، لهيك تلاقيني دائما أضارب معهم
مع سواء كانت دكتورة أو دكتور دائما يا لا هيك وهيك وهيك. ومن يفوز في الأخير يعني؟ أنا يقولوا لي ويلك يا ويلك يا بنت الجزائر. أكيد، وهكذا هم أبناء الجزائر يعني طموحين وبقوة شخصيتهم وبقوة أفكارهم يبدعون. الحمد لله. الحمد لله. يعني رميسة، رأيت أنك متأثرة تأثر شديد باللهجات الأخرى، ولديك اختلاط باللهجات الأخرى، خلينا نقول مزيج بين اللهجة الجزائرية واللهجة الأردنية والعراقية. تمام. العراقية. نعم. خلاص تعودت، عندي 4 سنين معهم، أكيد راح أضبط اللهجة، راح صرت من بنت البلد خلاص. في دكاترة لما أتعامل معهم كثير بيحكوا لي من جدك أنت من الجزائر؟ بحكي لهم أكيد أنا من الجزائر، من وين أنا؟ أحلفي أحلفي خلاص. يعني اللهجة نشبت معي خلاص، صرت أعرف حتى اللهجات اللي ما يقولوها يعني الكلمات يعني خلاص تعود. هذا من بسبب ربما القرب منهم بكثير بكثرة. أكيد. رميسة، هل راودتك فكرة فتح مؤسسة ربما مختصة في هذا المجال بالجزائر؟ والله. بما أنه العدد 1000 يعني في الحضور فهو عدد ليس بقليل. أكيد. نعم، 1000 في كل دورة ولا في كل شهر، يعني خلينا نقول في العام رقم خيالي، يتخرجون الآلاف من هذه الدورات يعني. نعم. أفكر في ذلك بشدة أكيد، أنه كأي شابة طموحة في هذا المجال يعني بشدة، حطي لي بشدة إن شاء الله بإذن الله، علاش لا نسميها مؤسسة رومي. أكيد نأمل في ذلك إن شاء الله، ومؤسسة رومي المقنعة، أو ربما تكون في الدورات غير مقنعة. لا، في الدورات راح نكون مش مقنعة، إلا أنا أفضل أنه فقط في اللقاءات مقنعة خلاص. نعم. رميسة، هل هناك مزيد من الأفكار أو الإبداعات في الأفاق يعني؟ الحمد لله، هناك رواية جديدة قريبا سوف تنشر بإذن الله. هل ممكن أن نعرف محتوى الرواية ربما كسبق صحفي ربما نوعا ما؟ نقلكم شوية. أكيد. أوكي. نعم. الرواية راح تحكي أيضا عن الجزائر بسبب حبي للجزائر. أكيد. نعم. بسبب حبي للجزائر وحب الوطن من الإيمان، ومن لم يحب الجزائر يعني؟ أكيد. بسبب حبي للجزائر أيضا رواية جديدة راح تكون على الجزائر. نحكي لك المنطقة اللي راح تكون فيها الجزائر. نعم. فكري معي، قولي لي لما وش أني حابة نحكي. ربما أظن أنها تكون في منطقة باتنا أو في منطقة لا. شرقية. لا، منطقة العاصمة القصبة ربما. لا لا أعلم. الجزائر معروفة ببوابة زمنية أو تاريخية أو بوابة الجن في الجزائر. نعم. في أي منطقة تظنين أنها سوف تكون؟ ربما أظن أنها منطقة صحراوية. أكيد. أكيد. لأن الصحراء معروفة بسشاعتها، ومعروفة بغموضها، ومعروفة بحكايتها التي لا تنتهي يعني. ربما هذا نقلت لك شوية. نعم. إنه الرواية حتكون إن شاء الله في بعد بين عالمين، شخصيات من عالم، لما أقول عالم البشر وعالم الجن. وهل تؤمن رميسة بوجود عالم ثاني يعني؟ أهم معنى أكيد أؤمن. أكيد. أؤمن وبشدة. تؤمنين وبشدة بهذا العالم يعني. نعم. هل كانت لك دراسات حول هذا العالم للمساعدة في كتابتك هذه الرواية؟ أكيد. هل أثرت في شخصية رميسة ربما أم أنه؟ ما أثرت في شخصيتي، الحمد لله شخصيتي قوية ما أتأثر. الحمد لله. لأنه إذا ما عرفت المعلومات عن العالم الآخر، ولا ما عرف، ولا ما كانش وما قريتش، نحذر البنات ولا الدراري ما يقراوش الكتب وخلاص، تهادوا العالم الاخر وكذا ومنهم هي، لانه حاجه خطيره جدا. تمام. تقرا اذا كنت شخصيه قويه وتصلي يعني ممكن ان يصاب الانسان بالهوس ربما رميسة لهذه الدرجه عند قراءته. اكيد، لانه كاين بزاف كتب معروفه محظوره. نعم. شمس المعارف والكثير لما تحتوي عليه من كلمات ربما سواء كانت للسحر ولا وهل ربما تكون هذه الكلمات يعني حقيقية إن كانت للسحر، أم أنها تبقى مجرد كلمات مكتوبة حبر على ورق يعني؟ مستحيل يكون كلش حبر على ورق، لازم بعض الحقيقة فيه، على حسب تفكيري أنا. على حسب تفكيرك. نعم. يعني
على حسب تجربة شخصية في انه مش مستحيل انه الانسان يكتب صف كتاب فيه 1000 ورقة وما فيهش ولو بعض الحقائق ولو اكيد بسيط. يعني هل كتاب رميسة الاصدار الجديد الذي يلوح في الافاق ربما سيكون يحتوي على كتابات حقيقية ومعلومات حقيقية عن العالم الاخر؟ حتى كيفية التعايش، الاسماء الغريبة جدا، يعني مثلا رميسة اكيد سؤال سوف يراود عذرا المشاهد، يعني هل من اين تستوحي اسم يعني من اسماء العالم الاخر؟ هذا يعني امر ربما من قراءتك لكتب اخرى ام انها رميسة تكتب؟ ما نحبش نقل اي اسم من اي كتاب او مهما كان، يعني تقدري تقولي انه رميسة تقدري تقولي من قوة انه يكون مع الرواية ومع شخصية الرواية الاسم يجي طب اسم كذا خلاص أسمي كذا مهما كان الاسم تاع شخصية غريب، بس هذاك الاسم وكين نولي نحوس عليه نلقى ايه المعنى تاعو. سبحان الله. خصوصا اسم البطلة ظليت شهور انا نحوس على اسم بطلة مناسب للرواية والبطل كامل، قعدت شهور انا نحوس، بس سبحان الله لما كما يقولون بشت نيح خلاص سميتهم. سبحان الله لقيتي نفس الاسم تطابق يعني. ايه راودني فضول يعني لقراءة هذا الكتاب رغم من انني لا املك القوة للولوج الى ما درتوش يخوف بزاف، ما درتوش يخوف بزاف باش ما تخافوش. لانه البنات هما اللي طلبوا مني قالوا لي كيفاش دائما تكتبي لنا روايات تاريخية وكامل، علاش ما تدوريناش على الروايات اللي يكون فيها العالم الاخر وبعض من الغموض، ارادوا الرعب ربما خصوصا متابعه اسامه مسلم الكاتب السعودي. نعم نوجه له تحيه. خصوصا يجوا يحكوا لي علاش ما ديريش هكا، علاش ما تكتبي، ماشي نقلد فيه ولا بالعكس، انا قلت لهم ما نقلد حتى كاتب مهما كان. لكل كاتب شخصيته ولكل كاتب ابداعه ولكل الكاتب اسلوبه ولكل كاتب بصمته. اكيد قلت لهم لبي الطلب خلاص الحمد لله قريب نشرها. يعني يمكن أن تكون حاضرة في معرض الكتاب الدولي؟ أكيد أكيد. رميسة حدثينا بمناسبة الحديث عن معرض الكتاب الدولي، حدثينا عن تجربتك في معرض الكتاب الدولي. أجمل تجربة الصراحة. نعم. أنه شفت حتى عرس ثقافي، محفل ثقافي، شفت حتى شخصيات من الأردن جاء وعرفوني ما شاء الله. قلت لهم كيفاش عرفتوني ياك راني دايرة كمامة مقنعة. قالوا لي عرفناك عرفناك. كان شوفي لقاء علمي أدبي فكري، إنه شخصيات بزاف تتلاقي بزاف طبقات فكرية طبقات مثقفة سواء كانوا قراء ولا كتاب. نعم. يعني في مختلف الدول سبحان الله. نأمل أن تكون هذه اللقاءات الثقافية والتبادل الفكري بكثرة ومستمرة كل لما لا كل في كل ولاية وكل مرة يكون هناك معرض ثقافي شامل، خلينا نقول وطني لما لا. نعم هذا ما نأمل فيه. رميسة هل كانت لك تجربة مع النوادي الثقافية؟ لأني أعلم وبشدة أن للنوادي دور في تكوين شخصية الشخص إما على الصعيد الثقافي أو الفكري أو حتى الشخصي من تقديم علاقات ومن بصراحة لا. بصراحة لا. هل أتيحت لك الفرصة أم أن رميسة لا تحبذ ربما مثل هذه التجمعات؟ لا لو أتيحت لي الفرصة بروح عادي ما عندي مشكل بالعكس. لا يوجد ربما نوادي هنا على مستوى العاصمة؟ يوجد بس شغل أنا ما جمحوش. نعم نأمل أن رميسة ربما في نادي فكري ما أو نادي ثقافي، ربما تقومين بتأسيس نادي يحتوي على دورات التنمية. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نحدث انفجار فكري بإذن الله. أكيد نعم نأمل في ذلك. رميسة كان الحوار شيق معك وبهذا وصلنا إلى النهاية ككلمة ختامية يعني رميسة. بصراحة أنه دائما في النهاية تاع المقابلات نكون شخصية ماشي حزينة بصح شغل بخاف تخلص اللقاء. رسالتي سواء كانت نقدمها لمختلف أمر كيفاش يقولوا مختلف الأمر تاع الشباب سواء كانوا أمهات جدد أطفال مختلف أعمار شريحة المجتمع. أكيد مهما كان الهدف تاعكم في هذه الدنيا ديروه بالشرط
بشرط، هذه حطوا لي الشرط، الهدف يكون مناسب لعائلتك والمجتمع تاعك والوطن تاعك اكيد والكره الارضيه، لانه يكون هدف نافع وإيش؟ يكون هدف ذو اثر طيب اكيد. يعني حنا ما نعيشوش كامل حياتنا زعما نقولوا نعيشوا فتره طويله، بالك 60 سنه 70 سنه سنمضي ويبقى الاثر باش كي حنا كي نروحوا الاثر هذاك يقعد الى الابد. كثير من الشخصيات كان عندهم اثر ايجابي باهر وايجابي. خليكم من هذوك الشخصيات. اكيد. شكرا رميسه على الحضور، سعدت بتواجدك. شكرا. شكرا شكرا على الاستضافه وعلى حسن التعامل وعلى الثقه اكيد. شكرا لك، دام تالقك باذن الله. امين. شكرا. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل واياكم الى ختام هذا العدد من برنامجكم اوراق في الظل، الى عدد جديد بحول الله. شكرا على حسن الاصغاء والمتابعه. جزائر يا لحكاية حبي، ويا من حملت السلام لقلبي، ويا من سكبت الجمال بروحي، ويا من أشعت الضياء بدربي، فلولا جمالك ما صح ديني، وما إن عرفت الطريق لربي.